حصل، هذا ولدكم ماشي ولدي انا، هذا ولدكم، ولد الراجا، ولد الراجا. المرحوم عطى للراجا بزاف ولكن ما خدش حقه في الراجا. صلاح الدين البصير، ريمي الزيتوني، لعب بزاف بزاف. تا هو كاين الدراري بزاف اللي لعبوا عند الوليد الله يرحمه، كلشي كيعرفوا راه ما وصلونا في الصاف باش خرج الوليد، حتى انا خرج الصاف. انا كنوجه رساله ديالي للبدراوي الرئيس ديال الرجاء البيضاوي، يشوف من حق ولد عبد الحق درويش يردوا حتى هو يلعب كره حتى هو معاهم في المدرسه، ويشوف مع الام ديالو حتى هي راه ما عندهم السكن، المراه ما خداماش. سوريا كرم زوجة اللاعب السابق عبد الحق درويش. كنت درويش هاش نقول لكم، درويش عبد الحق، انايا كنت في واحد الخدمه شويه، المهم ميناج وداك الشيء، عيط عليا قال لي راه انا في المستشفى جي. انا كنسحابو بانه راه غادي غير يتعالج ويمشي ويجي، حيت قال لي راه غادي بيه واحد السيد صاحبي هو راه غادي يمشي للسبيطار وغادي ينعس، وما قالش لي انا راه غادي ننعس قدام على الحوايج ديالو. ومين قلت لي عبد الحق واش نتايا، واش قول لي واش انت غتجي، قال لي لا انا راه ما غنجيش، ولكن جيب لي عيطي لاسامه ولدي باش يجيب لي راه حاجه وحده اللي نسيت، التيمومه يجيب لي ديك التيمومه باش. المهم انا عيطت لولدي قلت ليه انت ولدي سير دير باباك التيمومه. المهم داها لي، منين داها لي انايا من تما قلت لي فين السبيطار كاين، قال انا كاين في مستشفى ديال موريزو. مشيت لعندو دخلت عندو، تنتفاجئ انا بان الناس كاينين مجموعين وهو في الفراش ديال المستشفى، كيبينش بانه راه مريض ولا شي حاجه، كيقاوم كي سميتو. المهم كيعيطوا لي صحابو وداكشي، كيهبط للقهوه عندهم هاكاك ما كيبينش المراه انا مريض. قال لي باش ما يقولش شي واحد راه انني راه بغيت شي حاجه ولا هذه، انا ما حتى المرض ما غنبينوش ليهم غادي مسكين. المهم كيقاوم في داك المرض ديالو، كيهبط القهوه وداك الشيء مع الدراري كيشوفوه لاباس بخير صافي. المرحوم عطى للراجا بزاف ولكن ما خدش حقه في الراجا، وفي الاواخر ديالو ما عمرو عاود لي انا كنت صديق ديالو قريب ليه بزاف، وكاع المكونات ديال الدرب الكبير كانوا خوتو وكانوا اصدقاء ديالو، وكان معروف هو بالشخصيه ديالو والصلاه ديالو والدين ديالو والمعقول ديالو. المرحوم عاش درويشا ومات درويشا، وعاش فقيرا ومات فقيرا. انا اسامه درويش ابن المرحوم عبد الحق درويش. انا بابا دخلني صغير الراجا فاش كانت عندي 4 سنين في 2008، كنت كنتريني وكنتريني صافي. واحد الوقت حتى البابا خرج من الراجا في 2017 بحال هكذا، كنت انا خرج صافي وما كانت عندي امكانيات، حيت انا درت تيست وتعزلت، ما كانش عندي امكانيات باش نمشي نكمل نلعب في الراجا، حيت الواد ما حيت فاش كنت كنمشي انا وياه كان كيديني معاه، وفاش خرج هو من الراجا انا تعزلت وداك الشيء، ما يمكنش كان كيخاف عليه، ما كانش كيقدر يخليني نمشي بوحدي، يتلقاو لي شي وحدين ولا شي حاجه حيت كنت صغير شويه. كانوا اللعابه ديالو الاصدقاء الاولين الحد مصطفى الحداوي، بكار، حسن، مساليك، عاتق، بوكسور توا صاحبو، صلاح الدين البصير، ريمي الزيتوني، لعبة بزاف 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 كان بزاف بزاف، ولكن بزاف كانوا كيجيو عندي. هو ولد الراجا، هو ما حتى واحد ما داه للراجا، رجليه اللي داو للراجا، مشى بوحدو ملي كان صغير، ملي كان صغير هو مشى للراجا تماك وسينا معاهم، راهو من الميني مكادي وغادي يطلع ولعب السنيور، ومشى عمايل جديدة لأكادير ودوز 30 في طنجة. واللعابه اللي لعبوا معاه حداوي، السوادي، الباشير، تيجاني، هادو صحابو اللي كانوا يلعبوا معاه وعرفوا عرفوه، وكاع الناس كاع الناس كتعرفو، سولوا عليه فخر الدين، سولوا عليه الداودي، سولوا عليه تامو صنداو اللي لعب معاه، اللي لعب اللي كان هو ديما هو فين ما كتكون طنجة مع 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 الوداد هو اللي كيحرز على كيكون هو اللي واقف عليه. كاع الناس كيعرفوا عبد الحق درويش. شحال من وحدين كانوا كيترينو عند الوالد ديالي الله يرحمه، راه وصلوا راه
راه كاينين بزاف، كاين بن حالي، كاين الهابطي، كاينين الدراري بزاف اللي تركين حسين الرحيمي، كاين سفيان حتى هو، كاينين الدراري بزاف اللي لعبوا عند الوليد الله يرحمه وكلشي كيعرفو، راه ما وصلوا. انا فاش في الصافي فاش خرج الوليد حتى انا خرج صافي، وفاش مرض ما بحال عكس على كورة. دابا داكشي اللي خلاه بغيت نحقو انا، داكشي اللي خلاه بغى هو اصلا الحلم ديالو هو بغاني انا نلعب كورة، فهمتي؟ داكشي اللي خلاه بغاني انا نكمل. كان المرحوم الله يرحمه، كان المرحوم الله يرحمه كيدي من عنده 4 سنين وكيتريني عنده من عنده 4 سنين. المهم توصل 16 عام صافي، ديك 16 عام ما بقاش المرحوم، ما بقينا لقينا باش نصيبطو ولا حتى شي حاجه، بقينا نصيبطو ولا حتى اللي كندير على الميراج دابا. ولكن دايرة تيقتي بالمسؤولية بالنادي ديال الراجا، النادي ديال الراجا. أنا بغيت ها ولدي، ها ولدي يوصل، ها ولدي يوصل. هذا راه ولدكم ماشي ولدي أنا، هذا ولدكم، ولد الراجا، ولد الراجا. بغيتو يرجع يلعب، ولكن ما عنديش باش نصيبطو، ما عندي لا ساكن لا والو. هذا السكنه ديال الاخت ديالي، انا ما عندي لا سكنه لا والو، انا راه كندير الميناج كل مره فين كاينه، كل مره فين كاينه. مني اعتزل الكره دار مؤطير في الرجاء، عام يخدم وعامين ما يخدمش، فين ما كيجي شي رئيس جديد كيمشي عاوتاني كيقدم عاوتاني كيطلب وكيرغب باش، حيت دابا هو ولف هذاك الوليدات الصغار، ما كيبغيش العام ديالو يبقى يمشي خاوي، هو كيبغي يمشي للدراري صغار يتريني بهم. تصوروا معايا اسامه ولده في الراجا، كنقول ليه عبد الحق علاش ولدك ما كديش معاك؟ كيقول لي ودي ما عندي ما عندوش الصباط وما عندوش الامكانيات باش يمشي للتيران الراجا. حرمت الله واحد النهار شاف ولده كيلعب قال لي هذا راه كيشبه البانون، هذا قال لي تبارك الله كيشبه البانون، قال لي داك الدري تعيط لي نسولو، قال لي ولدي في هذا حرمت الله، قال لي هاد الدري هذا شكون هاد الدري؟ قال لي راه درب سلطان هادي. شي يوم اللي بقى كيهضر معاه قال لي راه ولدي، قال لي علاش ما تقولهاش ليا مني ولدك هذا؟ وعبد الحق ما عمرو كان كي يعني ما عطاوش حقه في الراجا، كاين عام كيتخلص وعامين ما يتخلصش، 3 شهور الاولى ما كيتخلصش فيها. تصور معايا 3000 درهم مش غادي يدير لي فيها ترونسبور، فيها ما كاين الاسيرونس، ما كاين الاميسيان، ما كاين والو، عام يخدم وعامين ما يخدمش، وباقي كيتسالهم الله يرحمه بلا ما نهضروا، راه كيتسالهم عامين، كيتسالهم عام، كيتسالهم. هذا مؤطير استاذ ديال الدراري صغار، عنده ديبلوم ديالو، عنده ديبلوم، ما عندوش اسيرونس، ما عندوش لاميسيال، ما عنده والو، في العطله ديالو في العطله ما كيتخلصش. انا ما عرفتش مؤطير استاذ ديال الدراري صغار كيتريني به ما عندوش اسيرونس، ما عندوش لاميسيال، ما عنده والو. 50 عام ديال الراجا، 50 عام حياته كلها في الراجا. قلت لهم عر بانني خدامه في الميناج، وقلت لهم بان ديك الساعه كنعاود لهم مزيان، هضرت مزيان صافي، وبانني راني ما عنديش وهادي وشي كاع قلت. كنت عايشه انا وهي في السعاده، ولكن الوقت اللي جلس من الكوره تازمنا بزاف، ودوزنا في ظروف قاسيه بزاف علينا انا والولد ديالي. المهم ما لقاش باش نخلصوا الكرا، ما لقيناش تمن ناكلو، وضع النادي انتو ما كتشوفوا ما كاين لا سكن لا والو، كما كنقولوا ديما عاش فقيرا ومات فقيرا والو. انتو ما كتشوفوا عنده زوجه ديالو، عنده كتخدم حتى هي غير في، وعنده ولده راه كتشوفوا حتى هو كان كيلعب في الراجا، ولكن الامكانيات هي اللي ما خلاتش ولده باش يلعب في الراجا. فلوس ترونسبور باش يمشي من درب كبير للوزيز ما عندوش. نقول لي عبد الحق علاش ولدك ما يمشي؟ كيقول لي ما عندوش الصباط وما كاينش امكانيات. ولدو راه معروف في الرجاء مرقب بانون، كلشي الناس كتعرفو درب كبير اسامه بانون، كلها ناس كتعرف، ولكن الامكانيات ما كايناش. وعبد الحق ما عمرو دار شي ديكلاراسيون بان كيتسال ولا ما كيتسال، مؤطير ديال الدراري صغار، عام يخدم وعام ما يخدمش.
وفي الاول ديال العام كيمشي يبدا يطلب باش يخدم مع الدراري الصغار، ما كيبغيش العام ديالو يضيع عليه. مريح في القهوه ولا كيقول لك اللهم الدراري الصغار نمشي معاه، كيلعب في بوسيجور وكيجي للمحطه ديال ولاد زيان الملعب ديال بكار كيتسانو الدراري الصغار كيتسينوه 30 واحد عنده. انا كنخدم معاه في الجمعيه، كيخدم بوسيجور وكيخدم درب كبير، عنده 30 دري صغير كيخدم بهم، كيجي من بوسيجور في الترام ديريكت لدرب كبير باش يخدم. ما كاين لا قرعه الماء، ما كاين لا فلوس لا والو، مسكين كيبقى يتسنى ديك 56 فريال ديال الشهر. اشنو هي 56 فريال؟ عنده ديبلوم ديالو استاذ ديال الدراري الصغار كيعلمهم، ومؤطر كياخذ 3000 درهم. واش هذا هو الحق ديال عبد الحق؟ هو هذا، واش هذا هو الحق ديال المؤطر؟ كاين بعض المؤطرين خدامين وكيجيو للراجا، ولكن هو ما خدامش وما عمر عبد الحق يطلب ولا كيمشي يدق على شي حاجه. نهار الجنازه ديالهم كنشكرهم وكنشكر كاع اللعاب القدماء وكنشكر نادي الرجاء وكنشكر مسؤولين كاملين وقفوا بجنب. المهم كلهم جاوا، كلهم حضروا، كنشكرهم كنشكرهم. عدي بكيو فرحه، بكيو فرحه. نتمنى نرجع للرجاء شحال من حاجه، فهمتي؟ حتى دابا انا الوالدين اللي بقات عندي، وانا كنموت على كورو وكنموت على الراجه بزاف، لواحد الدرجه اللي ميمكنش بنادم يتصوره. وباغي نلعب كورو، وكنتمنى من الرئيس ديال الراجه يرجعني الراجه. وكيف ما قالت الوالده ديالي راه ما عندهاش حتى فلوس باش صيفطني باش ترجعني، حيت كون كانت عاده ما غاديش نكون في هذه الحاله هذه. وديك الساعه راه غنلعب كورو، وانا كنتمنى حاجه واحده، داكشي اللي خلى الوالده نكملو نرجع الراجه ونحقق داكشي اللي كاع ما كملوه. كنت كنلعب مزيان، كنت كنلعب مزيان، والدراري باقي عقل علمي كنت كنلعب معاهم صافي. وكاينين شي وحدين اللي كملوا في الكوره اللي كنت كنلعب معاهم باقيين كيلعبوا، اما تقريبا راه وصلوا. انا كنوجه الرساله ديالي للبدراوي الرئيس ديال الرجاء البيضاوي، يشوف من حق ولد عبد الحق درويش يردو حتى هو يلعب كره هو معاهم في المدرسه، ويشوف مع الام ديالو حتى هي. راه ما عندهم السكن، راه السكن ما عندهمش، المراه ما خداماش، وعبد عبد الحق حتى هو راه ما خدمش. وهذا اسامه ولدي، هذا اسامه ولدي، كنطلبكم انا ولدي ديروا لي معاه شي حاجه، شي حاجه، شي حاجه. انا ما بغيت والو، بغيت والو. بغيتكم تحققوا لي داك الشيء اللي كان بواب، بغيتو تحققوا لي داك الشيء اللي كان با باغي، داك الشيء اللي كان با باغي يوصل لي، اللي باغي يوصل لي كلاعب. وهذا راه ولدكم، ولد الفرقة ديالكم، كيموت على الراجة وكيهضر ليا بالراجة، والراجة غتسطي لي أنا بعدا ولدي. عبد الحق أنا الراجة ما عطاته والو، وعبد الحق راه تريح معاه ما عمر المشاكل ديال الراجة يقولها لك. تصور كيتسال عامين ما كيدويش، ما عمرو دار شي ديكلاراسيون بان لعبت ودرت وفعلت، واخا كيضيع عبد الحق الله يرحمه ما كيطلب والو. ما عمر المشاكل ديال الرجاء جبد عبد الحق، وكنشكر الناس ديال درب كبير اللي وقفوا معاه، ومنهم خالد مساليف اللي وقف معاه مسكين حتى لاخر المراحل ديالو في السبيطار، ومنهم عبد الرزاق بيطار لاعب السابق ديال الرجاء البيضاوي اللي وقف معاه، ووقف معاه خالد طبيب ديالنا خالد الواسي، وكاع الناس وقفوا معاه. وجوج سيمانات مسكين في السبيطار توفى. وهذا اسامه ولدي ملقب بالبانون، بغيتو رجع الراجا، لان ما بغيتوش يضيع ليا، لا ضاع ليا راه ما ضاع للراجا. هذا ولدكم، والسلام عليكم. هادشي راه حشومه وعار، عار وحشومه. حنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصل، يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.